إيران تنأى بنفسها عن المواجهة وتتمسك بالوقوف على مسافة بعيدة عن خط النار. طهران أكدت أنها لن ترسل مقاتلين للحرب إلى جانب عناصر حزب الله. بررت إيران عدم انخراطها في الحرب بشكل مباشر بإصرارها على أن حزب الله لديه من القوة ما يكفي لمواجهة إسرائيل دون الحاجة لتدخلها، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم الخارجية. الدول والشعوب في المنطقة بما في ذلك لبنان وفلسطين لديها القدرة والقوة اللازمتين للدفاع عن نفسها ضد اعتداءات إسرائيل، ولا حاجة لإرسال قوات مساعدة أو متطوعين من إيران. لم نتلقى أي طلب بهذا الشأن من أي طرف، بل على العكس، نحن على علم ونحن متيقنون بأنهم ليسوا بحاجة إلى مساعدات بشرية من هذا النوع أو إلى إرسال قوات. ورغم هذه التأكيدات الإيرانية إلا أن هذه الرواية قوبلت بأخرى مغايرة وفقا لما نقلته بلومبرغ عن مصدر، حينما أكد أن طهران ستحاول نقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، وستعمل على تحويل كل من العراق وسوريا إلى قنوات رئيسية لنقل موارد إلى حزب الله. إيران فعلت الأمر نفسه تقريبا على مدار الشهرين الماضيين بحسب بلومبرغ، حينما نقلت عدة آلاف من عناصر الميليشيات التابعة لها من العراق إلى سوريا، ما اعتبر إشارة إلى استعداد طهران لتعزيز نفوذها هناك. لجوء طهران للمواجهة وكالعادة بشكل غير مباشر بحسب بلومبرغ يأتي بسبب وضع طهران تحت ضغوط لمساندة أبرز أضلاع ما تسميه بمحور المقاومة، في وقت يعاني فيه حزب الله من حالة إرباك ميدانية بسبب مقتل قياداته من الصف الأول.